وفي نينوى أيضا أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وبحضور المحافظ عبد القادر الدخيل إكمال جاهزية قيادة الشرطة لاستلام الملف الأمني في المحافظة. وأكد الشمري أن نينوى تتمتع بنسبة عالية من الأمانة، مؤكدا مواصلة دعم وزارة الداخلية لسبل الاستقرار في قضاء سنجار وعموم مدن نينوى. طبعا ملف الحدود ضمن الحدود الإدارية لمحافظة نينوى أعتبره يعني من أهم المناطق، إضافة إلى أنه يشهد أمن عالي في هذه المنطقة للأسباب التالية: عززنا هذه المنطقة بعدة موانع، من عدها الخندق الشقي، الأسلاك الشاكة، جدار بيارسي، ولله الحمد الحدود الإدارية لمحافظة نينوى بالكامل يعني مغطاة بجدار كونكريتي. الآن النهايات يعني بقت عندنا منطقة تقريبا 20 كيلومتر ونصل إلى ناحية ربيعة، ويكون كل الحدود الإدارية ضمن يعني لمحافظة نينوى والشريط الحدودي مؤمن بجدار كونكريتي كامل، مع منظومة كاميرات، مع منظومة رادار، مع خط اتصالات يعني ضوئي. هذه التحصينات هي راح يعني أمنت الحدود بنسبة 100%، إضافة إلى الدور الموجود لقيادة قوات الحدود، وهناك يعني عمل مستمر بإسناد بخط دفاعي ثاني من قوات الجيش العراقي. لذلك لا قلق على أمن الحدود، وأمن الحدود يحظى باهتمام السيد القائد العام للقوات المسلحة، وهناك دعم كامل لقيادة قوات الحدود من خلال تأمين المستلزمات. يعني احنا دعمنا قضاء سنجار خلال هذه السنة والسنة الماضية بعدد من أبنائها انخرطوا في الشرطة المحلية وشكلت أفواج طوارئ من أبناء الطائفة الإزيدية، كذلك دعمناها بتشكيل 3 أفواج طوارئ، إضافة إلى فتحنا مراكز شرطة وفتحنا أيضا مديرية لغرب نينوى، مديرة شرطة الأحفر، إضافة إلى وجود قطعات الجيش الموجودة. أعتقد يعني الوضع الأمني في هذه القضاء وضع أمني جيد، ناهيك عنه إجراءات راح تكون في المستقبل لكل عودة كل الخدمات والدوائر الخدمية إلى هذا القضاء. ناقشنا مع الإخوان في الحكومة المحلية في محافظة نينوى عدة ملفات، من عندها نقل المسؤولية الأمنية في مراكز المدن إلى قيادة شرطة محافظة نينوى، وهذا الموضوع جاري العمل به ومستمر في إكمال الاستحضارات النهائية اللي تتضمن نصب كاميرات في مراكز المدن، وكذلك تفعيل الشرطة المحلية ومراكز الشرطة ودوريات النجدة بما يضمن الأمن في محافظة نينوى. محافظة نينوى ضمن تقييمنا لها خلال هذا العام كانت محافظة مستقرة أمنيا وأقل الحوادث الجنائية وأقل الجرائم الجنائية اللي موجودة في المحافظات كانت محافظة نينوى، وهذا الشيء طبعا ناتج عن العمل الكبير اللي تقوم بقيادة الشرطة وقيادة العمليات والأجهزة الأمنية وكل الحاضرين الموجودين ضمن المحافظة من قيادة الحشد الشعبي والجيش والشرطة وكذلك الأجهزة الأمنية، ودعم الحكومة المحلية اللي موجود في إكمال مستلزماتهم. لذلك هم يعني جاهزين، نعتبر المحافظة جاهزة لاستلام المسؤولية الأمنية بشكل كامل. باسم أهالي محافظة نينوى وباسم الحكومة المحلية نرحب أجمل ترحيب بمعالي وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري لهذه الزيارة مع الوفد المرافق له إلى محافظة نينوى ومدينة الموصل. طبعا وزارة الداخلية من الوزارات الداعمة لمحافظة نينوى، خاصة في ملف تسليم الملف الأمني إلى قيادة شرطة نينوى، وأيضا في موضوع الدعم اللوجستي لأمور البطاقة الموحدة وكذلك الجوازات. أعتقد اليوم وصلنا إلى مراحل متقدمة مثل ما نتقدم في القطاع الصحي وكذلك في قطاع الخدمات، اليوم هناك تقدم كبير في الملف الأمني. نحن محافظة كبيرة، هناك قيادات عمليات متمثلة لقيادات الجيش نينوى وغرب نينوى وقيادة الحشد وكذلك قيادة شرطة نينوى إضافة إلى الوكالات الأمنية.